قضى ايامه في مكة مصرا على حرب الحبيب المصطفى، وورث هذه العداوة من ابيه الوليد بن المغيرة اغنى رجل في قريش. ولما مات ابوه الوليد كان عند الوليد يومها 95 سنة من العمر، قضى منها 15 عاما يحارب الاسلام ونبي الاسلام. وورث خالد الفارس المقدام هذه العداوة ورضع لبانها من الوليد، ووقف يوم احد ويوم الاحزاب ويوم الحديبية وقلبه لا يلين للا اله الا الله. قال خالد: ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قد وقف اماما امام اصحابه ليصلي العصر، وخالد على رأس 200 فارس. قال: فهممت بالهجوم عليه وهو يصلي، وقلت: انها فرصة اغتنمها او اهتبلها، ولكني رأيت مانعا يمنعني من الهجوم عليه وهو يصلي. لقد بدأت خيوط فجر الاسلام تمتد الى هذا القلب الكبير. لقد انتهت مرحلة الاصرار والقتال، وبدأت خيوط الفجر تغزو هذا القلب الذي قال عنه السيد الجليل محمد: خالد سيف الله، نعم عبد الله واخ العشيرة خالد. من الذي منع خالدا عن الهجوم على الحبيب المصطفى؟ لقد نظر الى وجهه الشريف فرأى فيه الجلالة في اسمى معاليها. وصلى الحبيب باصحابه في الميدان، في ميدان القتال، ولم يخش احدا ولم يؤخر اداء الصلاة. فهل نحن صلينا في ميادين القتال؟ ان كنا نصلي في ميدان القتال فلننتظر النصر من الله، لان الصلاة كما قال عنها الحبيب المصطفى: الصلاة مفتاح الجنة. وكما قال عنها: اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة. وقال: ان لله ملكا ينادي عند كل اذان فيقول: يا بني ادم قوموا الى ناركم التي اوقدتموها فاطفئوها. وبدأت مرحلة الموادعة بين خالد والاسلام، واخذ خالد يوازن بين الايمان والكفر. وكان قد سبقه الى رسول الله اخواه الوليد بن الوليد وهشام بن الوليد، سبقه الى الاسلام. واذا بالوليد يرسل الى اخيه خالد رسالة يقول فيها: من الوليد بن الوليد الى خالد بن الوليد، اما بعد يا خالد فاني لم ارى العجب من ذهاب رأيك عن الاسلام، وعقلك عقلك، امثل الاسلام يجهله احد؟ امثل الاسلام يجهله احد يا خالد؟ لقد سألني رسول الله عنك. فقال: اين خالد؟ قلت: يأتي به الله يا رسول الله. فقال لي: أمثل الإسلام يجهله خالد؟
فاستدرك يا خالد، استدرك ما فاتك فقد فاتتك مواطن صالحة. وقرأ خالد بن الوليد هذه الرسالة من اخيه الوليد فنزلت على قلبه كما تنزل قطرات الندى على الزهرة الظمأة. انه قد سمع من ابيه الوليد قبل ذلك شهادة للنبي وشهادة للكتاب المنزل على النبي، ان الوليد بن المغيرة اغنى رجل في قريش، ذهب الى الحبيب المصطفى ذات يوم واجرى معه مفاوضات. قال له يا محمد ان كنت تريد مالا جمعنا لك من اموالنا حتى تكون اكثر لا مالا، بشرط الا نسمع منك بعد اليوم لا اله الا الله. والرسول صامت وصامت. ان كنت تريد رئاسة اعطيناك الرئاسة، ان كنت يا محمد تريد زواجا زوجناك باعظم نسائنا، ان كان الذي ياتيك من الجبن لا تستطيع صرفه عنك دعونا لك الاطباء حتى يعالجوك. وعندئذ قال الحبيب المصطفى اوقد ضربت من كلامك يا ولي؟ قال له نعم. قال له اذا فاسمع. وبدا الارسال القراني يذيع برامجه على جميع موجات السماء الحامله في الدنيا جميعا. بدا الحبيب المصطفى يقرا بسم الله الرحمن الرحيم. حميد تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا. فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون، واخذ الترسيل ينزل غض النبي يتقاطر نورا ورحمه. واذا بالوليد بن المغيرة يجلس امام الحبيب المصطفى كانه ذبابة تريد ان تحجب بجناحيها ضوء الشمس او نور القمر. الى ان وصل سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الى قول الله تعالى فان اعرضوا فقل انظرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وعندئذ قام الوليد فيضع يده على فم الحبيب محمد، وضع يده وقال له كفى كفى يا ابن اخي. واجتمعوا مع الوليد ليسمعوا التقرير النهائي في شأن محمد. قالوا له ما رأيك في محمد يا وليد؟ قال ما تقولون انتم في محمد؟ قال احدهم ان محمدا كاذب. قال الوليد والله ما جربنا عليه كذبا، انه اصدق الناس جميعا. قال قائل ان محمدا مجنون. قال الوليد ما جربنا عليه جنونا، انه اعقل الخلق اجمعين. قال قائل انه كاهن. قال الوليد ما جربنا عليه كهانة. قال قائل انه شاعر. قال والله ما هو بشاعر ابدا. اذا فماذا تقول انت يا وليد في محمد؟ وكان بين الوليد وبين الاسلام منطقة ادق من الشعرة. لو انه نطق الشهادة لكان من المبشرين بالجنة، ولكن كبره وعناده منعه ان يقر بالحق. فقال اما انا فرأيي في محمد انه ساعة